وين نحن؟ أنا بسجن نساء بعبدة. ليه؟ بنت بيت فيك تعتبرني كنت بنت بيت مربية عكل شي حلو عكل كل شي. أنا إذا بتأسف بتأسف لأهلي إنه تعبوا، بس إن شاء الله هلأ بيلاقوا شي أحلى. مساء الخير. السجينة موضوع حلقتنا الليلة خلقت بعائلة فقيرة جداً. غياب والدها عن البيت كان له تأثير سلبي على حياتها. تركت المدرسة وقررت تساعد والدتها وإخواتها، تعلمت الخياطة وكانت شاطرة بشغلها، بس للأسف ما خيطت مسيرة حياتها بخيطان بيض، إنما بخيطان سود وصلوها للسجن. تابعوا معنا قصة هالمحكومة لنشوف غرابة الحياة لوين بتوصل الإنسان. أنا خلقت بشهر 7/81 تولد بيروت. كنت عايش بجو عائلي، يعني بدك تعتبر ما في بي كان مع الفدائية وسافر وكمشو. أمي اللي ربتنا، وقيت أنا 5 إخوة تصرف عليهم. قلت لها أنا ما بقى بدي مدرسة، أنا بدي أشتغل، أنا حابة أشتغل، اتكل على حالي، تشيل عنك عبء. نزلت رحت فتشت، المهم لقيت معمل خياطة، صرت اشتغل. بدك تقول هيدا الشيء اللي صار معي كان ب 10/7/2002. تعرفت على بي بناتي، صار يروح ويجي سيارة بتعرف وأغاني حزينة. كان يحط مصطفى كامل مثلاً، هدول كتير بيأثروا فيي. طول النهار يروح والليل هيك بيلف عن الساحة وبيرجع بيلف من تحت الجسر، هيك مقضيتها يعني. مين عم تطلع يولي؟ هون خي انتبه انه عم بيصير شي غريب. رايح جاي حزك مزك، عامل لي ملك الرومانسية وانت اسم الله عليك قاعدة عم تتطلعي فيه. منيح غنية لفتتني، ليش ما بدي اتطلع يعني؟ اجا خيي قال لي هيدا مش من مستواك، ليش عم تطلعي فيه؟ قلت له عادي غنية لفتت لي نظري، يعني ليش ما بدي اتطلع؟ طلعي فيني، ها اسمعيني منيح، هيدا الزلمة ما بيشبهنا بشي، فهمتي؟ عم بحكي معك فهمتي؟ منيح فهمنا. رح تشوفي شي ما بيعجبك، عم تسمعي؟ هلا انا ما بعرف عن حياته هو شو. هلا خيي انا بهيدي الفتره بدك تقول كان عقلي عامل بلوك، يعني ما عم بستوعب شو عم بيحكوني. لوين رايحه ومستعجله ومنك شايفه حدا؟ نازله على الدكان. لوين؟ على الدكان. بس نحن مش ناقصنا شيء، امبارح خيك جاب كل الاغراض. خلاص امي، في قصص انا عايزتها، بشرفك ما وقت اخريني ولو. ايه